فما كان المزبلة حاس بعض المهتمين والمتضررين غير قانونيا بحكم أن جمع النفايات والذي من اختصاص الجماعة الحضرية لتزتلف المكلفة بنقل الأزبال إلى المطرح الخاص. من جهة أخرى انتقدت أوساط جمعوية مهتمة بالمجال البيئي يمدن غياب أدنى مواصفات التكليف لمتطلبات العمل الجماعي والفعل الميداني على مستوى تهيئة محيط الأحياء المجاورة والانفتاح على قضايا الساكنة وعلى مستلزمات حياتهم اليومية وتنقية مجالات تحركاتهم وعيشهم من القاذورات والأزبال. كل اشتغال يومي بجانب المواطنات والمواطنين للتعبير عن انشغالاتهم وتطلعاتهم والدفاع عن قضاياهم العادلة في التنمية وتحويل مطرح الأزبال والقاذورات إلى مكان يتلائم مع الواقع المجالي تتماشى مع مقتضيات الميثاق الجماعي الجديد. وكان رئيس المجلس البلدي بعث بجواب بعد ان توصله بعض تشكايات بخصوص مطرح الأزبال، مفاده أن المجلس البلدي سيقوم بما يلزم لرفع الضرر على المشتكين، إلا أن ذي الكلام يتم بعد، وعليه طالبت بعض الفعاليات من المجلس الجماعي بضرورة الاهتمام بهم كمواطنين يحق لهم العيش الكريم في سياق ما صار يتطلبه تدبير الشأن المحلي من إنشاء وترسيخ أسس الحكامة والتنمية المحلية وتعضيد مشاريع التنمية المحلية والرفع من مؤهلات الأحياء السكنية واستثمار مجالها الترابية لتنمية المنطقة.